بسم الله الرحمن الرحيم. نلتقي مجددا في شرح مادة التحرير العربي، وكنا في محاضرات سابقة قد بدأنا الحديث عن المقالة، وتحدثنا في المحاضرة السابقة عن خطوات كتابة المقالة، وقلنا إنها 5 خطوات كلية: اختيار موضوع المقالة، ثم تحديد الأفكار الرئيسة للموضوع، ثم كتابة المسودة، ثم المراجعة والتدقيق، ثم كتابة النسخة الأخيرة. وكنا قد وقفنا وقفة متأنية مع اختيار موضوع المقالة ومع تحديد الأفكار الرئيسة للموضوع، وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنتحدث عن كتابة مسودة المقالة، وهي الخطوة الثالثة من خطوات كتابة المقالة. إذن الخطوة الثالثة هي كتابة مسودة المقالة، والحقيقة أن العناصر التي تكتب في مسودة المقالة هي 4 عناصر مرتبة ترتيبا ثابتا. فنبدأ بصياغة عنوان المقالة، ثم كتابة مقدمة المقالة، ثم كتابة العرض الذي هو صلب المقالة، ثم كتابة خاتمة المقالة. نتحدث أولا عن صياغة عنوان المقالة، وهو الجزء الأول من كتابة مسودة المقالة. إذن عندي الخطوة الثالثة هي كتابة مسودة المقالة، وكتابة المسودة على 4 أجزاء. الجزء الأول هو صياغة عنوان المقالة. عنوان المقالة كما تعلمون هو وجه المقالة، وهو أول ما يقرأ منها، وهو تركيز لها وتعريف بها. لذلك لابد أن يكون العنوان محددا تحديدا دقيقا وواضحا. لابد أن يتجنب في العنوان الغموض والإغراب. لابد أن يكون هذا العنوان شائقا جذابا يجذب اهتمام القراء. لذلك من ناحية حجم عنوان المقالة، لأن قلنا لابد أن يكون مركز، فيجب أن يكون بين كلمة واحدة وألا يزيد عن 5 كلمات، يعني انطلاقا من كلمة واحدة إلى 5 مقالات. يجب أن يصاغ عنوان المقالة في هذه الحدود حتى يكون مركزا. لذلك لاحظوا معي يعني عناوين مقالات مثل الطموح، عنوان من كلمة واحدة، حضارة العرب، عنوان مكون من كلمتين، الإسلام منهج حياة، عنوان مكون من 3 كلمات، كيف تستغل أوقات الفراغ، عنوان مكون من 4 كلمات، خير جليس في الزمان كتاب، عنوان مكون من 5 كلمات. وأظن أن 5 كلمات كافية جدا للتعبير عن موضوع أي مقالة مهما كانت. لذلك مواصفات العنوان الجيد هو أن يكون موجزا، واضحا، ملتزما بأدبيات الكتابة، مثيرا، جذابا في غير ابتذال، معبرا سواء كان بطريقة مباشرة أو بطريقة إيحائية عن فكرة الموضوع العامة، بالإضافة إلى شرط عام في أي كتابة، وهو صحة اللغة والدلالة. تأمل معي هذه العناوين، وهي عناوين لمقالات نشرت في مجلة المقالة من موسوعة الأدب العربي السعودي الحديث، ومن خلالها نجد أن هذه العناوين قد استوفت شروط الجودة، لا من حيث الكم ولا من حيث الكيف. فنجد أنها موجزة، يعني في 2 أو 3 أو 4 أو 5 حدا أقصى، ونجد أنه توافر فيها الشروط السابقة التي ذكرناها من حيث الوضوح والتركيز والجاذبية ووضوح المعنى: العربية والعرب، الموت وقود الحياة، الوحدة العربية كيف تتحقق، الوقف والإسلام، مطالب الشباب، أنا وأولادي، نظرة في الجمال الإنساني، الحقد رذيلة أم فضيلة، الجهل الثقافي، عطاء الصحراء، هؤلاء المتسولون، خواطر عن الوساطة، نحن في العالم، البخل موت، الحياة موقف، بين النور والظلام، موتى بلا قبور. نلاحظ في هذه العناوين أنها عناوين تمت صياغتها بشكل جيد، وتوافرت فيها الشروط التي تحدثنا عنها قبل قليل. بعد ذلك نتحدث عن العنصر الثاني من عناصر كتابة
مسودة المقالة وهي كتابة مقدمة المقالة. إذا نحن بدأنا بصياغة العنوان، ثم سنبدأ الآن بالتعرف على المقدمة. مقدمة المقالة هي الفاتحة أو الديباجة أو المدخل، وهو أمر ضروري جدا لأي مقالة، لأنه يقدم تمهيدا موجزا لدى القارئ، ولا بد أن تكون هذه المقدمة كاشفة عن الفكرة الرئيسة لموضوع المقالة أو الفكرة المسيطرة. لذلك هي إعلان للقارئ بالموضوع الذي سيتحدث عنه في المقالة. الغرض من المقالة، الغرض من المقدمة، مقدمة المقالة، هو إثارة اهتمام القراء وتشويقهم نحو موضوع المقالة. وليس المراد هنا الإثارة من أجل الإثارة، وإنما الإثارة من أجل تشويق القارئ وجذب انتباهه ولفت نظره إلى قراءة هذه المقدمة. بالنسبة إلى المقدمة، فيجب ألا تتجاوز فقرة واحدة، ومعلوم أن الفقرة في حدود 5 أسطر، لذلك تأتي الفقرة الأولى من المقدمة ذات 5 أسطر من أجل التقديم لهذه المقالة، ولا يجوز أن تكون قصيرة مبهمة، ولا أن تكون طويلة فضفاضة ومترهلة، و5 أسطر كافية للتقديم لأي مقالة كما سترون إن شاء الله تعالى. مواصفات المقدمة الجيدة، لا بد أن تكون موجزة. طبعا الحديث عن الفصاحة والسلامة هذا أمر لا بد منه في أي كتابة، لا بد أن تكون مركزة، لا بد أن تكون مثيرة، لا بد أن تكون جذابة، لا بد أن تكون مترابطة وتكشف عن الفكرة الرئيسة للموضوع. لا بد أن يكون هناك انسجام معنوي وأسلوبي وعضوي بين المقدمة وبين ما يليها من الفقرات. لذلك هي عبارة عن إيجاز لما سيتم الحديث عنه في المقالة، ولا يجوز أن يكون هناك فصام بين مقدمة المقالة وبين العرض. نأخذ نموذج لمقدمة مقالة. عندنا هذه المقالة للأستاذ عبد السلام الساسي، وعنوانها حرروا أفكاركم من المجاملات. لاحظوا أنه كتب مقدمة، هذه المقدمة فقط، ولاحظوا معي أنها في فقرة واحدة مكونة من 5 أسطر تقريبا. وإذا قرأناها، طبعا حذفنا بقية المقالة، لأن من خلال قراءة مقدمة هذه المقالة نستطيع أن نكون فكرة واضحة عما سيرد في هذه المقالة. لذلك يقول في مقدمة مقالته: لا أجد شيئا ضر الإنسانية وقذف بها إلى مهاو سحيقة أكثر من المجاملات المعمول بها في عصرنا الحاضر، فقد كانت المجاملة في العصور الغابرة تنطوي على الفضيلة وحسن الخلق والوقوف عند مبدأ سام شريف والتخلص من المآزق الحرجة بأسلوب جميل يستهوي كل إنسان. أما اليوم فقد تطورت الأحوال وانعكس ضوء الشمس وتهلهل دستور الحياة، وأصبحت المجاملة خطرا داهما على الأفراد والجماعات، لأنها تتنافى مع مبدأ الصدق والصراحة والوفاء، وتقضي على الأخلاق الفاضلة، وتعكر صفو الحياة، وتبعث البغض والشحناء في قلوب الناس. من خلال هذه المقدمة الجميلة عرفنا أنه سيتحدث عن أضرار المجاملات بفهمنا في هذا العصر لها، لأن المجاملة في هذا العصر أصبحت نوعا من أنواع الظلم. لذلك قال: تتنافى مع مبدأ الصدق والصراحة والوفاء، وتقضي على الأخلاق الفاضلة لما تنطوي عليه من ظلم وتضييع الحقوق، إلى آخر ما في هذه المقدمة الجميلة من إيحاءات سترد في عرض المقالة. إذن كان هذا هو مرادنا من شرح مقدمة المقالة كما ترون، وبهذا نكون قد شرحنا عناصر كتابة المقالة 4: صياغة عنوان المقالة وكتابة مقدمة المقالة، وبقي لنا عنصران من مسودة المقالة، وهو الحديث عن العرض
والحديث عن الخاتمة، وبالحديث عنها تكتمل الحديث عن الخطوة الثالثة من خطوات كتابة المقالة كما سترون في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.